ماذا يوضع في الغسالة؟ ملابس. ماذا تحتاج لتصفيف شعرك؟ باص. شيء يكسو الأرض. السجاد. فاكهة حجمها أكبر من البرتقال. السندي. سمي حيوان له قرون. ثور. ماذا تحتاج لتصفيف شعرك؟ مجفف. مجفف شعر. شكرا. إذن جاوبت على 5 أسئلة. خلينا نشوف النقاط اللي حققتها. الأسئلة 5 كانت هي: السؤال الأول، ماذا يوضع في الغسالة؟ قلت الملابس، والملابس جابت لك 30 نقطة. السؤال الثاني كان ماذا تحتاج لتصفيف شعرك؟ قلت لي باس، رجعت أعيد لك إياه، قلت لي مجفف شعر، ومجفف الشعر جاب لك 10 نقاط، لأنه مجفف الشعر مو تصفيف، التصفيف المشط، الجير، المثبت، الكريم إلى آخره. السؤال الثالث كان شيء يكسو الأرض، قلت سجاد. السجاد. 3. طبعاً اللي يكسو الأرض يعني الثلج، التراب، الحصو، الصخر، الرمل، يكسو الأرض في شيء مو السجاد. نفرش البلاط بالسجاد بس مو يكسوها. خلينا نشوف السؤال الرابع، يقول فاكهة حجمها أكبر من البرتقال، قلت السندي، والسندي جابت لك 18 نقطة. صح، أكو أشياء أكبر من البرتقال. بعد السؤال الخامس، سمي حيوان له قرون، قلت ثور. الثور. والثور نعم جاء ب20 نقطة. إذن نقاطك كانت 81 نقطة. تفضل أخ مصطفى، خلي نشوف أعزائي المشاهدين، أخ علي هل رح يقدر يجيب لنا 119 نقطة؟ خلي نشوف. تفضل. اهلا اخ علي. اهلا وسهلا. شلونك؟ الله يحفظك. شو الموسيقى؟ كلش حلو. ارتحيت؟ الحمد لله. زين، راح اسالك 5 اسئله. بلي. الاسئله الخمسه تجاوب عليها خلال 25 ثانيه ان شاء الله. اذا اكو سؤال ما تعرفه قل لي باس حتى ارجع اعيد لك اياه اذا اكو وقت متبقي، اما اذا طلع هذا الصوت يعني عيد الجواب سبق وان قال مصطفى. ماشي؟ نعم. 25 ثانيه، إجابات محددة وسريعة. السؤال الأول، ماذا يوضع في الغسالة؟ الملابس. عيد. التايت. ماذا تحتاج لتصفيف شعرك؟ المشط. الأكسسوار. شيء يكسو الأرض. الجلي. فاكهة حجمها أكبر من البرتقال. الموز. سمي حيوان له قرون. الثور. عيد. الطلي، الخروف. شكراً.